يقدرونه، يبذلون الغالي والنفيس في ماذا؟ في الدود عنه وحمايته. مو معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان حكم الأمة بماذا؟ سيف. ويقول ما حكمتكم لكي تصوموا أو تصلي، بصومون صوموا بتصلون صلوا، ما صمتم جهنم. أنا أريد فقط أن أتأمر، أبي أمشيكم بالخيازرة، هذا أريد أصلا. لا، إمام علي غير، قد ملك القلوب، أهل البيت قد ملكوا القلوب. إذن من خلال هذا الكلام نجد أن هذا المقام ليس عاديا، بل أن هذا المقام هو جعل من قبل الله سبحانه وتعالى. واحد يقول ما الدليل بأن هذا المقام جعل من قبل الله؟ نقول له روح إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اثنين، الله يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخير. إذن من خلال هذا الكلام نستنتج بأن مفهوم الإمامة هو قيادة المجتمع. اثنين، بأن هذا المقام ليس عاديا، وإنما هذا المقام هو جعل من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أولى انتهينا. النقطة الثانية والتي سيكون عليها مدار الكلام خصائص الإمام. الإمام إذا يريد يصير إمام هم أكو خصائص غير عادية، وإنما خصائص أمة وخصائص جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. الخاصية الأولى من خصائص الإمامة ألا وهي خاصية العصمة. كلام مدار كبير حول العصمة، اختلفت العلماء في مساحة التضييق والتوسعة، من هو المعصوم؟ من هو الذي تطلق عليه كلمة العصمة؟ كلام دار بين علماء يقولون العصمة شاملة. يعني ما شاملة؟ يعني أي واحد ما يرتكب رذيلة، ما يرتكب حماقة، لا يرتكب شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا كلام. خلي على جانب آخر يقول لا، مو أي واحد، مو اللي يعصم نفسه. العصمة تطلق على من لا يفكر أصلا في المعصية، مو بعد يرتكب، ما تكون حتى في ذهنه، بعيدة عن المعصية. هذا كلام ثاني. كلام ثالث يقول لك لا، العصمة نقسمها إلى قسمين وهي مضيقة، عصمة كبرى وعصمة صغرى. العصمة الكبرى تكون بين قوسين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة وعلي إلى قادم آل محمد. لا، أكو ناس تطلق عليهم العصمة الصغرى، تطلق على من نال تتويجا من قبل الإمام المعصوم. مثلا سيدة زينب، أنت يا عم عالمة الغيب
مثلا اركب بنفسي انت. الحسين يخاطب العباس، والامام في بعض عند العلماء يقولون الامام لا يفدي الا معصوم مثله، يعني ما في معصوم ما يفدي اي واحد، ما يفدي الا معصوم. شكلاته بعد السيدة المعصومة سلام الله عليها فداها أبوها. إذن العصمة فيها كلام كثير، ونحن ذكرنا أغلب الآراء التي تتحدث عن هذه العصمة، إلا أننا عندما نعتقد بهذا الاعتقاد نقابل بشك مهم أو بإشكال. الإشكال الذي يطرح على مفهوم العصمة، كيف جعلتم هؤلاء في مقام العصمة؟ شلون حطيتهم في مقام العصمة؟ كيف وصلوا إلى هذا المقام؟ نقول لك الآية المباركة تثبت وسنتكم تثبت. الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. وهذه الآية عندما تأتي لها في علوم القرآن تكون من قسم الآيات المحكمة. يعني وايش محكمة؟ لأن في القرآن تتقسم الآيات إلى قسمين، محكمة ومتشابهة. ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ المتشابه هو الذي يكون الخلاف فيه من قبل الشيعة والعامة، وأما المحكم يقول لا، ما حد يختلف عليه لا شيعة ولا عامة. وهذه الآية من الآيات المحكمة، بخاري بيهقي نساء في الخصائص يقولون بأن هذه الآية نزلت في محمد وآل محمد. هذا أمر أول، وهذه الخاصية الأولى من خصائص الإمام. بعد الخاصية الثانية من خصائص الإمام ألا وهي علم الغيب. إمام يعلم الغيب، يعلم الغيب، ونحن عندما نعتقد بهذا الاعتقاد أيضا قطعا نقابل بإشكال، لا بد أن نرد عليه. وايش الإشكال؟ يقول أيها الشيعة الإمامية، إن الغيب لا يعلمه إلا الله. القرآن يقول لا يعلم الغيب إلا هو، هو الضمير يعود إلى من؟ الله سبحانه. أقول لا، في آية بعد إشكالكم بعد ذلك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، وش باستثناء؟ إلا من ارتضى الرسول. ومن هم المرضيون في القرآن؟ لازم يتشبكوا في القرآن. المرضيون هم أهل البيت سلام الله عليهم. هذا دليل قرآني. زعتنا دليل روائي يثبت، يقول الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول أتظنون أن الجدران تحجب عنكم؟ يعني إحنا غافلين؟ لا، نعلم بكل شيء. ثلاثة، الإمام الجواد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا الجواد، أنا ابن الرضا، أنا العالم بسرائركم وظواهركم، وما أنتم صائرون إلى يعرف مستقبلهم، لكن بين قوسين بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن الخاصية الثانية
من خصائص الإمام الإيمان ألا وهي خاصية العلم الغيب. خاصية ثالثة من خصائص الإمام ألا وهي أنه مسدد إلهيا وأنه يوحى إليه. وإيش يقول الإمام الكاظم في دعاء الافتتاح؟ يقول وأنت مسدد للصلاة بمنك، يعني الله يسدد لكن مو يسدد أي واحد، يسددهم أي واحد، اثنين بأنه يوحى لهم. شلون يوحى لهم؟ احنا إذا نقول هالكلام العامين بطون يغضبون ما يقبلون ويحطون إشكالات ليست لها معنى. إشكالهم حول هذا المفهوم يقولون الأنبياء فارقوا الحياة، على من ينزل الوحي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل لا ينزل، لكن الوحي ينقسم إلى قسمين، وحي عام، استغفر الله، وحي خاص ووحي عام. الوحي العام هو الذي انقطع بانقطاع الوحي الخاص هو الذي انقطع بانقطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياة الدنيوية، والوحي العام هو الذي يوحى إلى الناس إلهام. أكو يقول القرآن وأوحينا إلى أم موسى نبيه، لا بعد إمام علي يقول النبي خاطب أمير المؤمنين يقول يا علي إنك ترى ما ترى وتسمع ما أسمع إلا أنك لست بنبي وإنك لعلى خير. تلك القضية مسدد ويعلم مسدد إلهيا ويوحى إليه من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر آخر. الخاصية الأخرى أيضا ولاية تكوينية. ولاية تكوينية، ما معنى الولاية التكوينية في الكتب العقائدية؟ يقول يعني عنده شيء من التصرف في الكون بإذن من الله سبحانه وتعالى، يعني يقول للشيء كون فيكون، هو مقام ثابت عند الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأن الولاية عند بعض العلماء تنقسم إلى قسمين، ولاية تشريعية وولاية تكوينية. التشريعية هي خاصة بالله سبحانه، هو يشرع هو يحط الموازين الدينية، ها ينقلها إلى النبي والنبي بدوره يعلمها للخلق. ولاية أخرى يقول لك لا، ولاية تكوينية يضخها الله في من يحب، يعطي ولاية تكوينية، يقول للشيء كون فيكون. دليل على ذلك صاحب هذا اليوم باقر علوم محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول دخل أبو بصير على الإمام الباقر. الرواية في بحار الأنوار علامة المجلسي عليه الرحمة في كل مقام يذكرها، يقول دخل أبو بصير وكان الإمام الباقر مع الإمام الصادق سلام الله عليه جالسان، وكان كفيف البصر أبو بصير، أراد أن يطأ بنعليه على بساط الإمام الباقر سلام الله عليه، ها؟ وإذا بالإمام الباقر يخاطبه بالمضمون، وش يقول له؟ يقول له احذر
فإنه بصاط لطالما جلست عليه الأنبياء والرسل. يعني وايش؟ يعني ورثة الأنبياء هم أهل البيت سلام الله عليهم. يقول له فإنه بصاط لطالما جلست عليه الأنبياء والرسل. عادي يقول صاحب الرواية يقول فكأنما تكلم في نفسه أبو بصير والأخ. لو أشوف هذا البساط اللي جالسين عليه الأنبياء، وإذا بالإمام يخاطب أبا بصير، أبا بصير هل أم إليك أتريد أن ترى وش درى؟ يعني عالم الغيب، عالم الغيب بإذن من الله سبحانه وتعالى، أتريد أن ترى البساط؟ بلى يا ابن رسول الله. يقول فقرب إلى ناحية الإمام الباقر سلام الله عليه، مسح الإمام الباقر على عينيه فعادت بصيرة في الحال. يقول أبو بصير فنظرت إلى البساط وإذا بالإمام الباقر يقول أبو بصير هنا جلس آدم، هنا جلس نوح، هنا جلس موسى، عيسى، يسع، ذو الكف، هنا جلس جدي محمد.